بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك بمناسبة فوز سموه ببطولة العالم للرجل الحديدي والتي أقيمت في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يلي نص البرقية. سمو الابن العزيز الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حفظكم الله ورعاكم ممثلنا للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تابعنا وبكل اهتمام مشاركاتكم المتميزة في بطولة الرجل الحديدي بالولايات المتحدة الأمريكية التي تكللت بنجاح باهر ونتيجة غير مسبوقة، وبهذه المناسبة نتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات على فوزكم بلقب بطل العالم، وأن نعرب لكم عن مدى فخرنا واعتزازنا بهذا الإنجاز البحريني الجديد الذي استطعتم وبعون من الله وفضله وبهمة وحماسة شباب الوطن الواعد أن تحققوا هذا النصر الذي جاء ببريق الذهب، فكما وعدتم أوفيتم. ويسرنا بهذه المناسبة المفرحة لنا شخصيا وللأسرة الرياضية البحرينية أن نجدد شكرنا وتقديرنا لسموكم على حملكم لمسؤولياتكم الوطنية بكل اقتدار، فالبحرين تشهد نهضة غير مسبوقة في قطاع العمل الشبابي والرياضي، وصلتم بأصدائها الطيبة خارج حدود الوطن، ويعود فضل ذلك من بعد الله لروحكم الوثابة نحو الأفضل ولتوجهاتكم الطيبة في إشراك كفاءات الوطن والسعي معهم لرفعة اسم وطننا في كافة المحافل الدولية، بما يعظم من إنجازات مسيرتنا نحو المستقبل المشرق بمعية فريقنا البحريني الواحد الذي نباهي به لدى الأمم ونعتز أشد اعتزاز بعطائه الرفيع وأدائه المخلص. في الختام نكرر لسموكم خالص تهانينا وعظيم فخرنا بفوزكم في هذه البطولة العالمية الذي لم يكن تحقيقه بالأمر السهل، فقد شهدت تحضيراتكم ومنافساتكم الكثير من التحديات والصعوبات التي استطعتم بعون الله تطويعها ومواجهتها بكل شجاعة، واستبسلتم فيها جبهة من جبهات خدمة الوطن، وكما هو عهدنا بكم في كل ميادين العمل والشرف والعزة، لذا جاء فوزكم مستحقا، وأثبتتم للعالم مجددا بأن لدى البحرين من الخبرة والإمكانات والاستعداد ما يؤهلها على الدوام بأن تكون في مقدمة ركب الإنجاز، وبأن الشباب العربي متى ما سنحت له الفرصة والتشجيع والدعم استطاع أن يحقق أهدافه ويبدع في أدائه، فهنيئا لنا فوزكم وليكن عام الذهب البحريني ممتدا أعواما عديدة، مع خالص تمنياتنا لكم بأن يكون النصر حليفكم في كافة مساعيكم المخلصة في خدمة مملكتنا العزيزة وأهلها الكرام، ودمتم بحفظ الله سالمين. والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.